الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم راح نشرح مادة الداتا مايننج. الموضوع هو هيدن ماركوف موديل. عندنا هنا مثال، وهو عندنا تو ستيتس، الا وهي الدراي والرين. المكتوبة هنا دراي والرين، نشوف هنا تو ستيتس رين اند دراي. الترانزيشن بروبابيليتيز مال الرين الى رين هو 0.3، يعني الترانزيشن بروبابيليتي مال رين الى رين هي 0.3. خليت هنا السهم حتى نعرف ان من نقراها لازم نقراها من اليمين الى اليسار وليس العكس. يعني هنا راح نشوف من نطلع نشوف البروبابيليتي مال الترانزيشن مال الرين الى دراي يساوي 0.7. يعني شوف من الرين الى دراي راح نشوف انه 0.7، وانما اذا كتبناه بالعكس انه قريناها بالعكس دراي رين راح نشوف ان القيمه راح تختلف، الا وهي دراي رين راح نشوف انه 0.2. لازم ننتبه الى اتجاه القراءه في الحل. يعني نشوف دراي رين 0.2 ودراي دراي اللي هي دراي اللي هي هاي السهم هي 0.8. initial probability يعني البدايه، خلينا نقول بدايه الحركه مالتنا على سبيل المثال، هي نكتب دائما probability هي علامه البي. بي رين هي 0.4. هسه شوفوا هنا ما منطينا 0.4 اللي انه هي الانيشال probability مالتنا. كذلك probability initial probability مال دراي هي 0.6. هسه نجي الى مثال. هنا عندنا مثلا القانون مالتنا حتى نشوف احنا شلون راح نكتب هاي الدراي دراي والرين رين حسب هذا المثال. نشوف هنا دراي دراي، يعني خلينا نقول شلون راح نفسخ هاي البروبابيليتي حتى نحله بطريقه باستخدام هذا القانون. هسه انا سويت فد مخطط، وهو نشوف ان القانون هنا يقول لنا SI1 SI2 كذلك SI3 وهكذا لغايه SIK. نشوف هنا من نفسخه خلينا نقول او نكتبه، راح نجيب القيمه مالته اللي هي لهنا وهي الرين. كذلك عندنا هنا SI راح نكتبه SI هنا SI ناقص 1 اللي هي الرين. يعني احنا هنا عندنا رين عندنا رين عندنا دراي عندنا دراي. زين هنا عندنا نفس الشيء، دراي راح نسميه IK ناقص 3 حسب القانون مالتنا، الا وهي IK ناقص 3. هنا عندنا دراي راح نسميه IK ناقص 2 الا وهي IK ناقص 2. زين الرين IK ناقص 1 IK ناقص 1 اللي هي نفسها اللي هي هنا حسب هذا القانون مالتنا، والرين اللي هي IK الIK راح نشوفه من هنا. هسه نجي بطريقه اسهل. عندنا هذا القانون انه يقول probability SIK و probability SIK ناقص 1، هنا في probability IK ناقص 1 و IK ناقص 2. هاي حتى كمثال، بعدين نكتب probability مال SI2 و SI1، بعدين نطلع probability مال SI1 اللي هي راح نكتبها هنا. هسه راح نجي الى المثال مالتنا، هنا هي راح تكون طريقه اوضح. راح نكتب انه هنا راح نشوف انه IK راح نكتب هنا الرين SIK ناقص 1 اللي هي الرين هنا ننزله، SIK ناقص 1 اللي هي نفسها الرين اللي هنا IK قلنا IK ناقص 1 IK ناقص 1 اللي هي الرين هنا حسب القانون، و IK ناقص 2 اللي هي الدراي. هسه نجي بطريقة أسهل انه نشوف انه دراي رين رين، نأكد انه القراءة راح تكون من جهة اليمين الى جهة اليسار. كذلك القيمة مال الرين رين استخرجناها 0.3، دراي رين هي 0.2، دراي هي 0.8، وكذلك البروبابيليتي مال الاخير اللي هي 0.6 اللي هي شنو اللي هي IK3 اللي هي نفسها دراي. يعني نجي نكتب رين دراي رين دراي و probability للاخير شيء اللي منطات هنا اللي وهو الدراي. احنا هنا راح نطلع probability مال دراي ونضربه في probability مال الدراي الاخيره. هسه نجي
يعني هسه واحد يقول هذا القانون شلون راح اطبق بالامتحان، راح سويته بطريقه اسهل. هنا كتبت نحلله من اليمين للسهول، اليسار للسهول، يعني من اليمين لليسار، يعني كانه احنا ايش سوينا؟ ضربنا هذا في هذا، كتبنا هنا مثلا رين رين، يعني نزلنا الرين الى رين، والرين الثانيه الى الرين هنا. كذلك الدراي، زين الرين لهنا والدراي هنا، والدراي لهنا، دراي هذا من الثاني لهنا. اخير شيء البروبابيليتي مال اخير هنا، يعني احتمال بالامتحان ما راح يجينا دراي، راح يجينا غير كلمه. فاحنا شو نسوي؟ راح ناخذ مثلا هاي الطريقه نفتهمها اللي هي اسهل من الطريقه السابقه اللي هي زين. هسه نشوف راح نعيده رين رين، يعني كانه رين رين الاول في الاول في الثاني، خلينا نقول بعدين قلنا الدراي رين، يعني الرين في دراي، خلينا نقول كتبناه هنا الرين في دراي، يعني واحد خلي يشوف دراي 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 دراي، نزلنا نوك probability مال 0.6 اللي وهي الدراي الأخيرة اللي هي probability مال الدراي. هسه نجي إلى المثال اللي عندنا example of hidden Markov model، يعني حلفة مثال عملي حتى نشوف الطريقة أسهل عندنا. إحنا عندنا الدراي والرين قلنا، كذلك القيم مالتنا، وعندنا اللو والهاي الهيدن مالتنا. هسه نشوف انه الهاي الى دراي 0.6، اللو الى دراي 0.4، وهكذا هاي القيم الموجوده عندنا. نشوف القيم الموجوده عندنا مثلا تو ستيت، عندنا اللو والهاي، وعندنا التو هنا نشوف تو اوبزرفيشن اللي هي دراي والرين. القيم موجوده عندنا اللي هي probability مال اللو لو 0.3، الهاي لو 0.7، وهكذا هاي القيم الموجوده والمعطات لنا بالسؤال. احنا هنا فسختها بحيث واحد يعني يقارن النتيجه الموجوده هنا، او خلينا نقول المعطيات الموجوده. مثلا probability اللو لو يساوي 0.3، يعني هنا اللو لو 0.3. كذلك مثلا الرين لو مثلا، عفوا الرين لو رين، كنا من اليمين الى اليسار، هسه نشوف اللو رين نشوف كلامنا صحيح لو لا. اللو رين اللو رين 0.3 راح نشوف انه 0.7، وهكذا. كذلك الانيشال probability اللو هي 0.4 عفوا، والبروبابيليتي انيشال بروبابيليتي مال الهاي هي 0.6. هسه نجي شلون نحله. راح نكتب مثلا suppose we want to calculate the probability of sequence of observation in our example، اللي هي شنو؟ اللي هي rain dry. نجي نكتب بالامتحان مثلا probability مال rain dry، راح نكتبها يساوي probability الرين دراي في اللولو. عندنا احنا عندنا اربع احتماليات، وهي اللولو، وعندنا هاي لو، وعندنا لو هاي، وعندنا هاي هاي، يعني اربع احتمالات. راح نعيده لولو هاي لو لو هاي وهاي هاي. هسه ايش نسوي؟ نكتب دراي عفوا رين، ننزلها نفسها في اللو لو، بعدين زائدا رين دراي في الهاي لو، زائدا رين دراي لو هاي، زائدا رين دراي والهاي هاي. يعني ضربناه نفس هذول العمليات اللي هي الرين والدراي، ضربناهم في الهاي اللو لو والهاي لو واللو هاي والهاي هاي. هسه هنا نجي وير فيرست ستيت تيرم، يعني نجي اول شيء نحل اول واحد اللي هي رين دراي، طلع البروبابيليتي مالته طبعا في اللولو، نكمله بعدين نجي نطلع نستخرج الثاني، وبعدين نجي الى الثالث والرابع، اخير شيء نجمعهم ويا بعض. هسه نشوف وير فيرست تيرم از، يعني الاول شيء راح نجي رين دراي في اللولو، نجي نكتب القانون مالتنا رين دراي في نطلع راح هنا ناكد انه الفارج هنا ما راح تبقى، راح يكون عندنا هذا الخط فلو لو في probability اللو لو،
نجي هسه كتبنا نجي نوب نفسخ هاي الرين والدراي نقول لو دراي شلون متحسب القانون اللي قبل شوية شرحناها اللي هي هنا كانت قلنا ننزل هاي أول شيء هنا الرين قلنا ننزل هنا في رين زين والدراي في رين والدراي في دراي أخير شيء probability مال الدراي الأخيرة. هسا نرجع إلى مثالنا يعني نفس الطريقة راح نستخدمها وهي راح نقول إنه نقول إن أنا low زين dry و low rain و probability مال low راح نشوف هنا نفس هذا نزلناه هنا فخلينا هاي العلامة راح نلغي هذه الفارزة في probability مال low الأخير اللي هي هاي هنا الموجودة ألا وهي 0.4 راح نجي 0.4 نزل القيم مالتهم اللي هي low dry واللو رين واللو لو واللو وهي 0.4 0.6 0.3 0.4 من الجدول السابق اللي معطيات مالتنا اللي هي من السؤال نشوف النتيجة طلع عندنا 0.0288 نجي الى المرحلة الثانية السيكند وهي نفس الشيء الدراي رين والهاي واللو جينا نفس الشيء نزلناهم الرين دراي والهاي لو خلينا هاي العلامة بيناتهم يعني شلنا هاي الفارزة حولناها إلى هذا الخط في probability مال الهاي واللو اللي ننزله هنا نجي هسه إنه بنفسخ هاي اللي حسب القانون اللي أخذناه إنك تشوف هنا low dry والهاي rain والهاي low اللي هي هاي نفسها نزلناها والهاي اللي هي probability مال الأخير اللي هي الهاي كتبنا القيم مالتهم 0.4 0.4 0.2 و0.4 طلعنا عندنا هذا الناتج كذلك نجي الى الثالث نفس العملية بالضبط نستخرج الناتج مالتنا النهائي اللي هي 0.054 اخير شيء الرابع زين نفس الطريقة 0.0576 طلع عندنا النتيجة اخير شيء ورا ما طلعنا النتائج مال الاربعة الاحتماليات مالتنا نجي اخير شيء نجمعهم احنا اتفقنا انه جينا طبقنا القانون استخرجنا الاول والثاني والثالث والرابع راح نجي نجمع النتائج النهائيه مالتنا لان احنا عندنا علامه البلس على علامه الزائد الا وهي هاي القيمه الاولى هاي القيمه الثانيه هاي القيمه الثالثه وهاي القيمه الرابعه جمعناهم واستخرجنا الناتج النهائي وهذا نكون كملنا هذا المثال واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.